إطار المبادرة الرئاسية اتكلم عربي، أطلقت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج أول تطبيق إلكتروني لتعليم اللغة العربية لأبناء المصريين بالخارج من الجيل الثاني والثالث بالتعاون مع دار نهضة مصر للنشر، وذلك بهدف الحفاظ على الهوية الوطنية والثقافية لدى أبنائنا بالخارج. المبادرة الرئاسية اتكلم عربي، المبادرة اللي حظيت برعاية كريمة من السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، واللي الحقيقة كلف بها وزارة الهجرة علشان تقدر ان هي تجود منها فيما يتعلق بترسيخ الهوية المصرية والثقافة واللغة العربية لأبنائنا من الجيل الثاني والثالث في الخارج. بالتأكيد بتشتغل وزارة الهجرة ضمن ملفاتها على كافة احتياجات المصريين في الخارج، وخاصة الجيل الثاني والثالث، مستقبل مصر في الخارج. عملنا الكثير من الشغل من معسكرات مع شباب الجيل الثاني والثالث، مع تطبيقات على موقع التواصل الاجتماعي، مع رحلات أيضا للدولة المصرية، وكان لابد من النهاردة أن احنا نعلن عن أهمية هذه المرحلة من المبادرة الرئاسية، وهو إعلان تطبيق الحقيقة على التليفونات المحمولة لأطفالنا في الخارج. بشكر دار نهضة مصر الشريك الأساسي في هذا التطبيق الحقيقة، اللي اشتغلنا على مدار شهور عديدة جدا من الإعادة ومن ترتيبها من أول وجديد حتى تتماشى مع أولادنا ومستواهم في الخارج. الحقيقة الموضوع ما كانش سهل، بس كان في نية صادقة وإخلاص وطني الحقيقة من دار نهضة مصر بالتعاون مع فريق عمل وزارة الهجرة، عشان نقدر إن إحنا نطلق هذا التطبيق. هذا التطبيق الحقيقة من سن 3 لـ6 سنوات، ودي المرحلة الأولى من التطبيق، بس هفتح قوس وأقول إنه من 3 لـ6 سنوات ده كمان بيتاح أو مناسب للي ما بيعرفش عربي خالص، حتى اللي أكبر من كده. تطبيق مصري 100%. اتشرفت مجموعة شركات نهضة مصر الحقيقة، 3 شركات، شركة النشر وشركة الرسوم المتحركة وشركة السوفت وير أو البرمجيات، إن هي تقدم لبلدها هدية بسيطة جدا جدا لكل أبنائنا في الخارج وفي الداخل، برنامج مصري بياخد ولادنا من خلال لعبة دمها خفيف جدا، كلها مبنية بالثري دي، رسوم متحركة من خلال القصص وأغاني ومواقف وخريطة مصر كلها بشكل جذاب جدا جدا زي ما حضراتكم هتشوفوه. الولد والبنت بيستمتعوا برحلة جميلة من التعليم، بيبدأوا من أول نقطة، يسمعوا بقى قصة جميلة، يتفرجوا على أغنية ويعيشوا معاهم، بيبدأوا من خلال الرحلة دي يتعرفوا على لغتهم اللي هي اللغة العربية، ومن خلال حياتنا بقى، حياتنا المصرية. فبيبدأوا بقى من النوبة، وبتحركوا من النوبة لغاية ما يوصلوا لسينا، ومن سينا للقاهرة والجيزة والدلتا والعاصمة الإدارية الجديدة واسكندرية وإلى آخره، في رحلة جميلة جدا. يعتمد التطبيق على تعليم أبنائنا بالخارج من خلال شخصية كرتونية تأخذهم في جولة حول أهم معالم مصر، حيث تهدف الدولة من خلاله محاربة طمث الهوية الثقافية للمصريين بالخارج ونشر المعلومات الصحيحة عن مصر، وكذا رسم معالم الشخصية المصرية والعربية بعاداتنا وتقاليدنا بأذهانهم. محمود حافظ لبرنامج على مسؤوليتي.